ما هي عدد الجلسات المحتملة للحالات المرضية التي تواجهونها؟ بالمعدل احنا بنشتغل من 8 الى 20 جلسة. عظيم. اوكي. بالايديال 12 جلسة. تقريبا كم مدة الجلسة؟ انا اسمع انه مدة الجلسة مع الاخصائي النفسي تختلف عن مدة الجلسة الارشادية مع الطبيب النفسي. مدة الجلسة الطبيعية هي من 45 دقيقة لساعة. رائع. أتصور وقت كافي دكتور؟ وقت كافي. نعم. الآن في بعض العلاجات صارت سريعة شوي، ممكن نص ساعة أو شيء معين من هذا القبيل، لكن أنا بميل للبقاء مع الشيء التقليدي اللي هو من 45 دقيقة لساعة. أيضا عدد الجلسات اللي بيحتاجها الشخص يمكن يكون 8-10-12، بس بتكون عادة بشكل أسبوعي، إلا في بعض الحالات اللي بنشتغل فيها بريف ثيرابي إنه ممكن نستخدم مثلا عدة جلسات في نفس. نعم. الأسبوع، يعني لظروف قاهرة، لكن بالعادة إحنا المثالي انه جلسه واحده بالاسبوع، جلسه الى جلستين بالحد الاقصى، وبنبدا بالانسحاب من الجلسات بطريقه تدريجيه، ايضا مثلا بصير على اسبوعين، بعدين بتصير على شهر. ايضا من الاسس اللي ممكن يتم انه تقارن فيها بين الاخصائي النفسي حتى انت تختار انه هل هو شخص مدرب، هل هو حاصل على تدريبات. هذا مهم جدا، لان من المعروف بان الدراسه الاكاديميه قد لا تمنحنا الا القدر الضئيل من المعلومات، حتى وان كانت واسعه وشموليه عن النظريات، الا انها لا تمنحنا مثلا دراسات تجريبيه منهجيه او غير منهجيه محكمه قد تقودنا الى طرق علاج افضل. اذا ما هو دور الدورات التدريبيه للاخصائي النفسي؟ بالنسبه للدورات التدريبيه او المجال التدريبي بعد الانتهاء من الدراسه الاكاديميه، هو شيء مهم جدا واساسي في جميع التخصصات وليس فقط في مجال. صحيح. النفسي. الآن الشخص بيتخرج من أي تخصص هو بيحمل الأساسيات في هذا التخصص. نعم. بيعرف شيء عن كل شيء ولا يعرف كل شيء عن شيء، فالدورات بتساعدك أنك تعرف كل شيء عن شيء محدد مفصل. نعم. على سبيل المثال لو أنا بدي أخذ في مجالنا، في مجال علم النفس والعلاج النفسي، ممكن أخذ بالعلاج، ممكن أخذ بالتقييم والتشخيص. عظيم. ودائما في فرصة للتدريب وفي فرصة للتأهيل للي بيبحث عن هاي. هذه نصيحة نوجهها لكافة مثلا خريجية علم النفس سواء ماجستير أو بكالوريوس، بأنهم يتجهوا إلى أخذ الدورات لتقوية معلوماتهم وحتى قدرتهم وتمكينهم أكثر لخوض سوق العمل. 100%. وبدك تعرفي كمان شغلة كثير مهمة الأشخاص العاملين يعرفوها، إنه لما أنت بتروح لمقابلة عمل أو لما بدك تدخل في سوق العمل، الشخص اللي بيقابلك هو بيعرف متى أنت بتكون متمكن ومتى ما بتكون متمكن. صحيح. متى بتكون حاصل على تدريبات، من قراءته للسي في الخاصة فيك بيعرف إنك أنت فعلا تجتهد على نفسك أو لا تجتهد على نفسك. فأحيانا بيهمه أكثر أنك أنت تجتهد على نفسك أكثر من عدد الدورات اللي أنت تحملها وعدد الشهادات اللي. نعم. أنت تحملها. فبالتالي أكيد إحنا مهتمين بهاي الدورات. مهم نقطة مهمة نضيفها على موضوع الدورات حتى لا يصبح في خلط، في دورات حقيقية وفي سناكس بنسميها في مجال التدريب. ما الفرق بينهم؟ السناكس هي دورات أنا ممكن أخذها لمدة ساعة أو ساعتين عن مجال علاجي معين، خفيفة بالضبط، وأعتقد أنه أنا أخذت كل شيء عن هذا العلم. لا، هو أنت ما أخذت كل شيء عن هذا العلم، أنت فقط أخذت مقبلات من هذا العلم محتاج أنك تتبحر فيها بشكل أكبر. وأيضا في دورات بتكون مدتها طويلة من الزمن، ممكن تأخذ شهرين وثلاث وأربعة وهي الأكثر موثوقية والتي تمنحنا خبرات ومعلومات أكثر. 100%. وأغلب الجهات اللي بتشتغل ما بتقبل الدورات اللي مدتها تقل عن 3 أسابيع. نعم.